سمي سلوكا مهينا ممكن أن يفعله الشخص بهدية. تفضل. يرميها بسلة المهملات. رمي الهدية يرميها بسلة المهملات. موجود سلوك يرميها آخر احتمال. خلينا نشوف الآن أستاذ بشار شنو السلوك المهين اللي ممكن أن يفعله شخص بهدية يقدم لك إياها؟ الاستهزاء بها. ها؟ الاستهزاء بها وتقليل من قيمتها. الاستهزاء بالهدية أو تقليل من قيمتها موجود؟ صح موجود. لا يعبر عن إعجابه يعني أن يستهزئ بها. نعم. إذن أستاذ حسين تفضل وأستاذ بشار تفضل. يرميها. خلينا نشوف الآن الأخ عبد الله. نعم أستاذ. سؤال مهم الكل فكر بهذا. سؤال شخصي يعني تربوي أخلاقي مو قضية علمية دقيقة وتتحمل هواية إجابات واحتمالات وعدنا ستة طلع من عدها لا يعبر عن إعجابه بها ويرميها بعد أنت شو تقول؟ يرفضها. ها؟ يرفضها. يرفضها يردها. لا نعم يردها يرفضها لا يقبلها هذا أيضا سلوك مو حلو. والأخت زينب ما يشكر المقابل؟ عدم الشكر. عدم تقديم الشكر لا يشكر. نعم موجود. والأخ مصطفى باقي عندنا ثلاث احتمالات يعني يسأل عن قيمتها مثلا قد سعرها قد هيش قيمة المادية أو يعني هيش شيء يعني ممكن يسأل أي أو ماركتها أو يعني هيش هو سؤال هو خلينا نشوف يعني يستفسر عنها تسوى أو ما تسوى هيش الاستفسار يعني عن قيمة الهدية. لا هذا ما موجود هذا خطأ أول. وانتبهوا انتبهوا انتبهوا. أرجع إليك مرة ثانية بشار سمي سلوك مهين ممكن أن يفعل شخص بهدية يمزقها أو يعني يضيعها. يمزقها أو يضيعها ما أدري وأكو فرق بين يمزقها ويضيعها وأي فرق فواحدة من عدهم إذا يمزقها يعني قدامه أو يضيعها في يوم الأيام ضيعها عدم الاحتفاظ بها مثلا عدم الاحتفاظ بها وضياعها. عدم الاحتفاظ بها صح موجود. لا يبدي اهتمام بها ما فعلا يعني أنا ما أحتفظ بها يعني ما درت لها بال فهذا أيضا نوع من السلوك المعيب. وأخ عبد الله كسر أو تخريب الهدية كسر الهدية